تم نشر القوائم الخاصة بالسادة الناخبين على وتوزيعهم على المراكز الانتخابية لكي يتسنى لكل السادة الاطلاع على أسمائهم الموجودة في المراكز الانتخابية، والبالغ عددها 33 مركز داخل مدينة بني وليد. وسيقوم بإذن الله مكتب الإدارة الانتخابية في الفترة القليلة القادمة بتوزيع البطاقات الخاصة بالناخبين ولمعرفة كل من سجل عليه إرسال رقمه الوطني للمنظومة الخاصة بالاستفسار اللي هي 15015.